نزار من دخل للأيو آي أس كان يريد يصير كاتب، بس البداية كانت كلش صعبة. دينا كانت كلش متمكنة، بس ما كان عندها ثقة بنفسها. وحياة السماء داخل الصف ما كان ناقصها أي شيء، بس خارج الصف كانت تحس أكو شيء ناقص بحياتها. وبعد كم سنة شفنا سماء وحسينا حياتها داخل الصف وخارج الصف ماشية كل زين، ونزار صار كاتب مشهور بجامعته، وتينا صارت تتحدث بلباقة. في الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية الجميع يقدر يحقق أهدافه.